ستوديو. يوم مثل كل يوم في ميني ستوديو على الساعة 4 على الام تي في، برنامجكم المفضل اللي بتنطروه كل يوم ليقدم لكم أحلى الفقرات مع شخصيات بتحبوها كتير كتير كتير، مثل كيكي، مثل رادون اللي بتنطروه لتشوفوا شو عنده خبر بده يعملها. مثل كل يوم رادون عنده شيء مش طبيعي حبيبي يعمله. أما اليوم موضوعنا هو عن إيطاليا، هالبلد اللي كتير مميز وكتير حلو. رح نتعرف أكتر على إيطاليا مع كيكي اليوم بحلقتنا، بس قبل رح نروح شوي على الجوسبس ونشوف شوية أخبار all around the world. رح بلش اليوم أول خبرية مثل ما شايفين معي الايباد والاخبار كلها جاهزه. تيم بيتش موفي هو الموفي اللي كلكم حضرتوه على ديزني شانل. قرروا الابطال تبع هيدا الموفي انه بما انه الفيلم تبعهم بيحكي عن البحر يروحوا يعملوا حمله وينطفوا البحر، يهتموا اكثر واكثر بالبيئه. رح نشوف شوي شو عملوا على البحر ابطال تيم بيتش موفي وبنرجع مع ثاني خبر. فإذن كل أبطال تيم بيتش موفي راحوا على البحر ونظفوا شط البحر، وأكيد راس لينش اللي بتحبوه كلكم كان معهم، ما بعرف إذا بيّن هلأ بالفيديو، بس anyway كلنا لازم نحافظ على البيئة مثل ما هن عملوا هلأ ونهتم أكيد فيها. بس مش هذا موضوع حلقتنا اليوم، موضوعنا اليوم عن إيطاليا ورح تكتشفوا أكتر وأكتر معلومات. إيطاليا عاصمتها شو هي؟ أغلبيتكم تعرفوا أكيد روما هي عاصمة إيطاليا. إذا حابين تعرفوا أكثر وأكثر تابعوا هيدي الحلقة لتعرفوا معلومات عن إيطاليا. تاني خبرية رح نحكي عنها اليوم هو موفي جديد كمان رح ينزل بسنة 2014 إذا حابين تحضروه. ومثل العادة ميني ستوديو بيعطيكم دايما أول خبر وقبل الكل منقلكم أي موفي رح ينزل بالسينما بسنة 2014. بيرز هو فيلم كتير مهضوم كمان من ديزني شانل رح ينزل، رح نشوف هلا التريلر تبعه. Earth Day, you're invited somewhere incredible, somewhere beautiful, somewhere unpredictable. Into the world of bears. Sky and her newborn cubs. Hold on to me as we go. And follow them on the most important journey of their lives. Down this unfamiliar road. From Disney Nature comes a story all parents share. So gonna make this place your home. About the love, the joy, the struggle, and the strength it takes to raise a family. Trouble in my dragon now. You get lost, you can always be found. Just know you're not alone. Cause I'm gonna make this place your home. Disney Nature's Bears. See Bears opening week, and Disney Nature will make a donation in your honor to help protect our national parks. أما الميوزك فيديو لليوم هو لبطلة من ديزني شانل كلكم تعرفوها واللي هي تشاينا. رح نسمع Calling the Monster لا تشاينا، ومن بعدها رح نبلش حلقتنا اللي بتحكي اليوم عن إيطاليا. فإذا سربرايزز عديدة ناطرتكم اليوم بحلقتنا، خليكم عم تحضرونا. وبذكركم مرة تعملوا لنا لايك على فيسبوك، فولو على تويتر وعلى انستغرام اللي عم بيقطعوا هلا قدامكم على الشاشة. بنروح لعند تشاينا نرجع لنكفي حلقتنا. Wishing you could just wait. Here we go. Buongiorno.
بوناسيرا، بونانوتي. بونانوتي شو يعني؟ يعني بونونوي بالتلياني. حلقتنا بتحكي اليوم عن إيطاليا، وأنا فتحت الأتلاس دو موند على خريطة العالم ورح فرجيكم خريطة إيطاليا يلي موجودة هون. وشكلها إذا بتلاحظوا، إذا فيكن تأكدوا عنكن بكتاب أو كمان على الإنترنت، شكلها مثل البوتين، وأصلاً بيسموها لبوت إيطاليان. مشهورة إيطاليا بأكلة طيب كتير. لما منقول إيطاليا منفكر سباجيتي، بيتزا، بني، أنواع كتير من الباستا، كلها جايتنا من إيطاليا، وهلأ صاروا يعملوا منها بالعالم كله أكيد. أما إيطاليا مشهورة كمان بمدن كتير مثل ميلانو، مثل فينيس، وغيرها من المدن السياحية اللي كتار من اللبنانية وغيرهم بيروحوا بيسافروا تيشوفوها. حلقتنا فإذن رح تحكي عن هالبلد الحلو، عن إيطاليا، ورح يكون عنا مفاجأة كتير لإلكم بالحلقة. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. لولوا نخول عمرها 9 سنين، أكتر شي بتحب ترسم وما بتحب أبداً تتخانق مع أصحابها. نجات شعيا عمره 9 سنين، أكتر شي بحب التايكوندو وما بحب أبداً يوصل متأخر على المدرسة. نجاد ولولوا هن الأمس كلوب ممبرز اللي رح يلعبوا اليوم بـ 1 Minute at BLF. إذا بدكم تجوا مثل ما عملوا الأمس كلوب ممبرز، فوتوا على ميني ستوديو تاب ببيج بانك ليبانو فرانسيز، عم تقطع هلا البيج قدامكم، فوتوا سجلوا أساميكم، نحن منجي مندعيكم لا تجوا لهون وتصوروا حلقة كتير حلوة مع ميني ستوديو وتربحوا مع بانك ليبانو فرانسيز. أما كتار منكم عم يطالبوا إنه يلعبوا هيدي اللعبة عندهم بالبيت، هاللعبة بتلاقوها على www.youthpackage.com. فإذا أيدوا هيدا السيت كمان عندكم، تمرنوا منيح اللعبة وتعالوا لعنا لتربحوا كادو كتير حلو من بانك ليبانو فرانسيز. هلا نجاد رح بلش تلعب لنشوف قد ايه رح يكون السكور تبع. اوكي ستارت جيم. 5000 هي 50، بوس عليهم بيرجعوا لمحلهم. اوكي بدنا 5000 صح. مره ثانيه 11000 هي 50 هي 100، تبوس عليها لترجع لمحلها، لأن نحن بدنا بس 11، يعني 1000 و10. وحدة ثانية 21000. أوكي مزبوط. إيه بس حط هيديك. صح. 110000. أوكي بعد 50 مزبوط، بعد 50 110000. 56000. خلص وقتك نجاد والسكور هو 840 نقطة. وهلأ رح ننتقل لعند لولوا ونشوف قدي رح يكون السكور تبعه. play again. 5000 1000 2 3 4 5 بدنا نكون كتير سريعين لنربح نقط. 100000 60 هيدي 100 تحتها 50 بس كبسي عليها ترجع لمحلها. 50 و10 واحدة تانية 60000 كمان صح. 120000 هيدي 100 بعد ناقصنا 20 21000 يلا 20 وخلص الوقت. وسكور لولوا هو 1035 نقطة. يعني لولوا أنت اللي ربحتي معنا اليوم، رح نقلها كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديتها. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرهم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. سيلو
la devinette, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous gardez dans vos têtes de votre enfance? Attention! Qu'est-ce que c'est? Ça commence par un bi, ça finit par un ro. Oui, c'est cela, le biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Le matin, en me réveillant, je te réclame à tue-tête. C'est ce qui fait venir maman avec l'objet de la fête. Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, mon biron. Maman, je veux. Le marchand de sable va partir et moi, seule dans ma couchette. Avant de fermer les yeux, je te fais un gros câlin. Tu restes à côté de moi et tu me dis à demain. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. ستوديو. ست سنين أنا وياها بنغرم بواحد تاني بشهر ونص. بالحلقة الجاية أشوفك بكرة؟ أكيد لا. بليز ما تحكي. أنا ما بقى أدرى على هالعيشة أبدا. لازم نتجوز. بدك تعرف وين سارة؟ مين هذا اللي كان عم يوصلي؟ ما عم بقدر أشتغل، إيدي عم يرجفوا. ليه ما بتاخدي كم يوم فرصة؟ ما بدي أبقى بالبيت. اختار بالحي من التنين للجمعة السبعة المساء على الـ MTV. بلاير باسم. بلاير باسم صح. بلاير باسم بين الحزن والفرح. عبالي اطلع على الطاولة ارقص حافي. خذي راحتك. بتطلع انت؟ انا بطلع. انا بطلع بس انا مستعجل. انه كيف يعني؟ بين الدمعة والابتسامة. طبني اكيد. وانت احلى حاجة فيا. عرفوش طيب. ثانك يو. في حديث بيتبدل حسب الظروف. تحية منا لأرواح جميع الشهداء من حديث الولد. شي ببكي مزبوط يعني. 85 لهلأ ما حدا فهم، ما حدا عم بفهم. هالحديث جمع ورح يضل يجمع كل شي بيصير بهالبلد. نحن مش برنامج انترتينمنت بس. نحن حديث كل البلد. بطلت المحكمة وصباتك سوا؟ بدنا نقي شيء أقل. ليه قدينا بالتجربة؟ إيه اللي في صيفي ما أخذنا برونزاج السن. شو اللي بيوجع أكثر هلا؟ إنك ترجع تزرع شعر مرة تانية؟ أو إنك تشوف دكتور سمير جعجع للمرة الأولى رئيس جمهورية؟ شو؟ طب شو قصة هالسحسوح؟ أنت شيء عبقري. طلع فيك عم بضحك شو عامل؟ في عندكم شعار بالتوحيد مثل التيار الوطني الحر؟ بالإيدين ما بقى فيه. بلا كم مرة بتطلع على الشام بالتنكي؟ قبل الشهر شو بشتغل على الخط انا؟ لا هيدا حكي ما في طول شعري لانه ما عنديش شعر. ايه طول دقني. طب ليه ما بتلفهم لفوق انت كمان؟ عم جنتلمان جانجستر ما بعمل هالاشياء. ليش حضرتك ما رجعتي على الحلقه؟ انا ما سحبت، انا لا انسحب. هيدا هو الحكي. هيدا هو الحكي. ليلي 9:30 على الام تي في. بس انت ظاهر هيك ما تسحسح للشباب هذا. الشباب لا بس لانه كله بس انت ما بعرف انا. ميني ستوديو إلي عم بخبرنا عن إيطاليا. حلقتنا اليوم رح يكون فيها معلومات كتير عن هالبلد الحلو، بس أنا الكتاب اللي معي منه جاي من إيطاليا، جاي من لبنان، الأميرة المثالية زينة فتاة شجاعة. كتاب حلو كتير، بخبر قصة زينة. زينة زخطورة وبتخاف من كل شي، من السحرات، من الإبر، خاصة من الذئب الشرير المخيف. بس بتعرفوا شو؟ لما زينة بتصير أميرة مثالية وبتحط تاج على راسها ما بتعود تخاف من شيء أبداً، إلا ولا من العتمة ولا من العاصفة ولا شيء أبداً. لما بتمشي بالغابة مع بيا بتتعب كتير ودغري بيصير بدها أنه يحملها، أما لما بتكون حاطة تاج وهي أميرة مثالية بتمشي وما بتتعب أبداً. حتى بالعطلة وقتها بتروح بتزور المزرعة بتخاف من كل الحيوانات حتى من الصيصان الصغار. لما بتكون أميرة بتطلع على الحصان وما بتخاف من شيء أبدا، حتى لما بتروح على البول أو تتسبح بتخاف من المي.
ولما بتكون أميرة بتسبح كتير منيح. بتخاف من كل الحشرات الصغيرة حتى الدبانة. أما لما بتكون أميرة بتطلع على الدبانة وبتبلش تفهم وتجرب تشوف كيف معمول الدبانة والنملة والحشرات الصغيرة. بس بتعرفوا شيء؟ زينة برأي خيا هي دايماً أميرة مثالية، ما بتخاف من العتمة، بتخبره دايماً قصص مهضومة، وهي اللي بتشحط الوحوش اللي بيجوا بالليل لما بتطفوا الضو. يعني هي صحيح أميرة مثالية. هيدا كان كتابنا لليوم. أنا دايماً بشجعكم تقروا دايماً أول ما يكون عندكم وقت خذ كتاب، لأنه الكتب مفيدة كتير، ولما بنقرأ بالعربي هالشي بيحسن لغتنا. داني سليمي رح يصير عمره اليوم سنة. هابي بيرثدي، مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. هاي، أكيد كلكن ناطرين هلأ تتحضروا فيديو. مزبوط، هلأ صار وقت دور نحضر فوني فيديو. يوم ما بعرف عن شو بتحكي الحلقة، مزبوط بركي بعتقد عن إيطالي، بس أنا الفيديو اللي جبته هو توب فولز، يعني لح نشوف ميكس أو منوعات مثل ما بيقولوا عن عالم عم توقع. واحد وقع بالبيسين، واحد هو عم بيعمل جيمناستيك وقع، واحد وقع عن الكرسي، بس مشاهد كتير بتضحك. حاضرين؟ يلا بنحضر فيديو كلنا سوا. هيدا عم بشيل وانكسرت فيه. يا 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 عم بيعمل بوكسينج، مصيب الكيس ووقع. عم بيطلع على الكرسي وكسر الدنيا. ما قشع الارمه وفات فيه فوق. انكسرت فيه وقع. ولا عم بيركضوا مرته انشيط و عم بنط من ميل لميل وما ساب الدرجة. هالبسينة عم بتنط ووقعت. شفتوا شو صار؟ مزبوط، هالبسينة عم بتغنجوا للكلب. شو قولكم رح يحسن؟ عصب عليها. هيدا الصبي هلا شو قالكم رح يعمل؟ شكله بده يرقص. مزبوط، عم بيرقص. اجت لبسينة وطيرة للبسينة بلا ما ينتبه. هيدا كان الفيديو تبع اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه وضحكتوا. اكيد اذا عندكم فيديوز كثير مهضومين وعبالكم تفرجونا اياهم، فيكم تبعتوهم على انستغرام، على تويتر، على فيسبوك، على كل السوشيال ميديا، نحن اكتف عليهم. فاذا ناطره تبعتوا لي فيديوز كثير حلوين تفرجيهم بحلقه الجاي. باي. حلقتنا اليوم عن إيطاليا عم بتعلمنا إشياء كتير عن هالبلد، والمهم نعرفه ببلد هو اللغة. انتو بتعرفوا أي لغة بيحكوا بإيطاليا؟ تلياني أكيد، والتلياني جاي من اللاتيني طبعاً مثل الفرنساوي. فإذا نحنا هين علينا أنه نفهم كلمات بالتلياني، مثلاً بونسوار، بوناسيرا، بونجور، بونجورنو. كلمات كتيرة فينا نفهمها لأنه نحنا منفهم فرنساوي. وهلأ أصحابنا كتار بيبعتولنا رسائل بالإنجليزي، بالعربي، بالفرنساوي، وفيهم يبعتوا بالتلياني كمان، منجرب نفهمون. كل هالشي عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو أو كمان عبر البريد. أنا رح أفتح رسالة اليوم وصلت لنا على الفيسبوك ونشوف مين بعتنا إياها ومين رح يربح هدية. كلارا كوركيديان كوسيان بتقول إنه هي بتحبنا كتير وعندها صبيين صغار ما بيعرفوا بعد يكتبوا. هن توم بحبونا وبيبعتولنا بوسة كبيرة. هن جورج وجوني، وبيقولوا انه كمان اختهم سيلينا بتحضرنا دايما. فاذا كلارا نحن بنشكرك على رسالتك، واكيد جورج وسيلينا وجوني رح يطلع